أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي صنعت يدي صناع، سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج، بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن، ثدياك كخشفتين ايه ده؟ لتوأم انت يظبي. بتتريق ولا ايه؟ صدق الله العظيم، بتريق لي فيه بتتريق انت صح؟ ازاي؟ تريق في نوع حاجة مش المفروض ان ده كلام ربنا؟ طب ما هو ممكن يقول ان احنا عندنا حاجات في القرآن زي كده، عندنا فين كلام زي ده في القرآن؟ كوابع ترابع مثلا. طب خليه بقى يتفرج على الحلقة. سؤال صعب. السؤال اللي هنجاوب عليه النهاردة ممكن يكون صعب في نظر بعض الناس، لكن في الحقيقة انه على النقيض من ذلك تماما. بالعكس، لما تسمع الحلقة هتعرف انه سؤال سخيف. اولا تبقى غلطان لو افتكرت ان اعتراضي على الكتاب المقدس مجرد لفظ او اتنين. ده لا يمكن ابدا يكون اعتراض منطقي لو صدر مني او من غيري. الاعتراض مش على الألفاظ، ولكن الاعتراض على الجمل والتراكيب. على سبيل المثال، إن الكلمة في ذاتها ما ينفعش إنك تقول عنها إنها كلمة حسنة أو قبيحة إلا لما تدخلها في جملة. فلما تدخلها في جملة ممكن تكون كلمة مقبولة، ممكن نفس الكلمة تكون في جملة تانية كلمة غير مقبولة. على سبيل المثال، كلمة الثدي. كلمة الثدي في ذاتها كلمة لا أقدر أقول عنها إنها حسنة أو إنها قبيحة. ممكن الكلمة تدخل في جملة كلنا بنستخدمها وبندعو الله سبحانه وتعالى إنه يشفي النساء المريضات بهذا المرض. لما أقول الحملة القومية لمقاومة سرطان الثدي، كلمة الثدي هنا كلمة غير قبيحة. لكن كلمة الثدي لما تكون موجودة عندك في الكتاب المقدس وأقول قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك كالعناقيد، إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها، هيطلع النخلة عشان يجيب بلح. أقول إن الكلمة دي كلمة قبيحة ما ينفعش أبدا إنها تصدر عن رسول فضلا عن رب السماوات والأرض. إذا ما ينفعش أقول لك نشيد الأنشاد وحزقيال في الكتاب المقدس فتقولي عندك كلمة في القرآن أو تقولي عندك كلمة في السنة النبوية، لأني قلت لك إن اعتراضي على الكتاب المقدس مش ألفاظ، ولكن على جمل وتراكيب وقصص جنسية كاملة. لكن تعال أشوف الأدب القرآني وكيف ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل مع العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة في القرآن الكريم، عشان يكون القرآن الكريم كلام بيتعلمه الكبير والصغير، الرجل والمرأة. مفيش واحد يستحي في يوم من الأيام إنه يقرأ القرآن الكريم قدام الجنس الآخر. شوف مثلا على سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى بيتكلم على العلاقة الزوجية فيعبر عنها بكلمة اللمس، حياء ومراعاة لشعور الرجل والمرأة اللذين يقرأان القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يقول: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. الله عز وجل بيقول قبل ما يلمسها يحرر رقبة. سيدنا عبد الله بن عباس يقول من قبل أن يتماسا، أي من قبل أن يجامعها. إذن الله سبحانه وتعالى استخدم لفظ اللمس كناية عن الجماع، مراعاة لشعور الناس اللي بيقرأوا القرآن الكريم، مسلمين أو غير مسلمين، رجال أو نساء، كبار أو صغار. تعالوا نشوف برضو الأدب القرآني لما ربنا سبحانه وتعالى يعبر عن هذه العلاقة أيضا في القرآن الكريم. فربنا سبحانه وتعالى يقول: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. أيضا ربنا سبحانه وتعالى يعبر عن الجماع بكلمة أخرى، فربنا سبحانه وتعالى يكني عن الجماع بكلمة تغشاها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. وربنا سبحانه وتعالى في آية تانية من القرآن الكريم يشبه ربنا سبحانه وتعالى المرأة بالأرض والرجل بالزارع الفلاح الذي يضع البذرة في هذه الأرض. فربنا سبحانه وتعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. المرأة هي أرض، والرجل زارع يضع البذرة في هذه الأرض فتنبت وتثمر ويبارك الله عز وجل فيها. فنفهم من كده إن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يتكلم على العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، ولكن بحياء وأدب، عشان ربنا سبحانه وتعالى ما يخدش حياء المرأة اللي ربنا سبحانه وتعالى برضه طلب إن المرأة تتحلى بيه وإن هو زينة المرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعد الحياء شعبة من شعب الإيمان. فين الأدب القرآني ده من الأوصاف الجنسية والقصص الجنسية الكاملة اللي موجودة في الكتاب المقدس؟ على سبيل المثال، لو حبيت تعرف روح للكتاب المقدس واقرأ سفر حزقيال الإصحاح رقم 23 وشوف الألفاظ اللي بيتعامل بيها كاتب السفر، وروح القرآن الكريم اقرأ سورة يوسف.
الله سبحانه وتعالى بيعبر عن إرادة امرأة العزيز أنها أرادت الفاحشة، أرادت الزنا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن القصة كلها وكلنا فهمناها، وفهم امرأة العزيز كانت عايزة إيه من غير ما يكون في لفظ واحد أو قصة خادشة للحياة أو تفاصيل أنا مش هستفيد لو الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم. فربنا عز وجل يقول: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هيت لك يعني تهيأت لك. ممكن تتخيل هي تهيأت لها بكل إيه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ما قالش إنها لبست كذا، ولا إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول قامتها كان شكلها كذا، ولا إن إيديها كان شكلها كذا، أو إن رجليها كانت فيها كذا. ربنا سبحانه وتعالى ما يستخدمش الطريقة دي مراعاة لحياء الناس اللي ربنا عز وجل طلب إنه يكون موجود. بينما لما تروح تقرأ قصة يوسف في الكتاب المقدس في العهد القديم تجد إن امرأة العزيز قالت له تعالى فاتجع معي. واخد بالك الفرق بين الاثنين؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيدا لك، وتعالى فاتجع معي. فرق كبير بين القرآن الكريم وقصة أهولة وأهوليبة لما بيقولوا أنه زنت هناك بمصر ورجال كانوا شبان شهوة وإن لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل، كلام لا يمكن أبدا لإنسان صاحب خلق أنه يقرأه قدام الناس، فضلا أنه يكون إله وخالق للسماوات والأرض. إذن اعتراضي على الكتاب المقدس مش على ألفاظ، عشان يجي صديقنا المسيحي يقول لي انت بتعترض على الكتاب المقدس على النشيد الانشاد وحزقيال، طب ما انت عندك القرآن الكريم في كلمة كواعب أطرابة او غير كلمة كواعب أطرابة. قلت لك انا اعتراضي على جمل وتراكيب وقصص جنسية كاملة ما ينفعش انها تصدر عن رسول فضلا عن رب السماوات والارض. تعال نروح ونشوف كلمة كواعب أطرابة اللي انت بتسأل عنها. من الظلم والبهتان اني لما احاكم لفظ من الالفاظ اخده من السياق بتاعه من اللغة بتاعته اللي خرج منها وابدأ ادور على معنى تاني في لغة تانية عشان اسيء للكتاب اللي ورد فيه اللفظ ده. كلمة الكعب في اللغة العربية تطلق على كل شيء بارز وناتئ، ومنها كعب القدمين لان العظمة التي في القدمين بارزة عن بقية القدم، فكلمة الكعب هي كلمة تطلق على كل شيء بارز وناتئ. وانا منكرش ان كلمة المرأة الكاعب المقصود بها المرأة ذات الصدر الناتئ او ذات الصدر الممتلئ، انا منكرش ان المعنى ده فعلا موجود في اللغة العربية، ولكن احيانا الكلمات ممكن تكون موجود في جملة ولا يقصد بها المعنى الحرفي. مثلا على سبيل المثال كلمة الحائط في اللغة العربية كلنا عارفين معناها، ولكن كلمة الحائض أيضا عند العرب المقصود بها مرحلة عمرية معينة. لما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إذن هي هنا بتتكلم على المرأة البالغة مش بتتكلم على الوصف اللي كلنا عارفينه. والحديث المروي عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإن كان ضعفه بعض العلماء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأسماء يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يرى منها إلا كذا وكذا، وأشار إلى وجهها وكفيها. إذن كلمة حائض في اللغة العربية كلنا عارفين معناها، ولكن هنا كلمة حائض المقصود بها مرحلة عمرية معينة. ومثال آخر كلمة المحتلم. كلمة الاحتلام إحنا عارفين معناها في اللغة العربية هي نزول المني بشهوة للرجل البالغ أثناء النوم، لكن كلمة المحتلم يأتي معناها في اللغة والشرع أيضا بيان لمرحلة عمرية معينة زي كلمة حائض بالضبط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم. كلمة محتلم هنا مش مقصود بها المعنى الحرفي، ولكن المقصود بها العاقل البالغ. نرجع بقى لكلمة كواعب أطرابة. كلمة كواعب أطرابة الله سبحانه وتعالى بيصف أن هذه المرأة في مرحلة عمرية معينة صغيرة في السن، لا هي أقل من البلوغ ولا هي أعلى من البلوغ، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عبر عنها بكلمة كواعب، هي في قمة النضارة وقمة الشباب. إذن كواعب أطرابة أي نساء أهل الجنة في مرحلة معينة من مراحل العمر، لا هي صغيرة ولا هي كبيرة، مرحلة كمال الشباب ومرحلة النضارة ومرحلة الحسن، وإن نساء أهل الجنة كلهم متساوين في المرحلة العمرية دي. إذن الكلمة مش مقصود بها أبدا معنى جنسي زي ما بيعتقد المسيحيين. الكلام ده مش من عندي، ولكن يكاد يكون أغلب المفسرين ذكروا المعاني اللي أنا قلتها دي، وإن كلمة كواعب مش مقصود بها معنى جنسي قد ما هي مقصود بها بيان مرحلة عمرية معينة. لما نروح لكتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور عليه رحمة الله بيذكر في كلمة كواعب فبيقول الكواعب هي الجارية التي بلغت سن 15 سنة،
يعني بيتكلم إنها بلغت مرحلة عمرية معينة وهي سن 15 سنة، ووصفت بأنها كاعب إذا نتأ واستدار ثدياها. إذا الله سبحانه وتعالى مش بيتكلم على وصف جنسي للمرأة زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على مرحلة عمرية معينة. ما تنساش الكلام اللي أنا قلته كررته أكتر من مرة، إن المشكلة والاعتراض مش على ألفاظ قد ما هو اعتراض على جمل وتركيب. كلمة كواعب أترابة لا هي فيها وصف قصة جنسية، ولا ربنا سبحانه وتعالى بيذكر إن الرجل ماذا يفعل مع المرأة زي ما حزقيال بيذكر إن الزواني يفعلون مع الزانيات. وبكده تكون انتهت الحلقة. لو عندك أسئلة ما فيش مشكلة أبدا إنك تعرضها على صفحة قناة البيانة الدعوية لمقارنة الأديان والرد على الشبهات، هتلاقي رابط الصفحة في وصف الفيديو. ما تنساش لو عجبتك الحلقة ممكن تعمل شير لايك سبسكرايب للقناة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. ممكن تشوف الحلقات اللي فاتت من هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارب.